كل الرياضيين وكل المغاربة خسارة لعائلته، خسارة لعائلة الرجاء ولعائلة كرة القدم الوطنية. الله يرحمه، الله يرحمه. تدروا أن وفاة ديالو غتكون بهذه الطريقة هذه، ولكن ده قدر الله وتقبلناه، وهذا فقدان كبير بالنسبة لعائلة الرياضة وعائلة كرة القدم. الله أكبر. كنتمنوا دابا في هذه الفتره اللي كانت عندنا شويه واحد الازمه ديال كره القدم، نبقاو ديما الفكره ديال ولا الاسم ديال الظلمي ديما يشجعنا باش نوصلوا لذاك المستوى، على الاقل ذاك المستوى اللي كان فيه هو واللي كان طلع كره القدم ديالنا الوطنيه.